المهم باذن الله احنا هنكسب السودان ان شاء الله ان شاء الله، وهيبقى في تفاؤل وهنعدي يا كابتن باذن الله، وهنعدي ونستنى بقى اللي يجي لنا بقى واللي يجي لنا. معلش مصر قالت كلمتها، فقت يا ايجيبت خلاص. مصر خلي بالك يا كابتن قامت، البطوله بدات من النهارده وكسبانين غينيا وجايين فاتحين صدرنا، والكلام ده لاي انا بقول اهو يا كابتن، كله يخش الجحور كله يخش الجحور وخافوا. مصر فائت ومش هتنام، شد اللحاف يا حسني، نشوفكم بكره. المهم باذن الله احنا هنكسب السودان ان شاء الله ان شاء الله، وهيبقى في تفاؤل وهنعدي يا كابتن باذن الله، وهنعدي ونستنى بقى اللي يجي لنا بقى واللي يجي لنا. معلش مصر قالت كلمتها، فقت يا ايجيبت خلاص. مصر خلي بالك يا كابتن قامت، البطوله بدات من النهارده وكسبانين غينيا وجايين فاتحين صدرنا، والكلام ده لاي انا بقول اهو يا كابتن، كله يخش الجحور كله يخش الجحور وخافوا. مصر فائت ومش هتنام، شد اللحاف يا حسني، نشوفكم بكره.